السلام عليكم خويا، حنايا السفينه ديال بيتي سكن. اليوم كنتفاجئوا، هجمت علينا عصابه من كاريان الرمل، هجمت علينا عصابه بالسيوف ديالها بالمسائل ديالها بداك الشيء ديال كولومبيا، هجموا علينا هنا المنازل ديالنا، دونك حنا راه ولينا فلسطين، وهرسونا الطوموبيلات ولادنا وكيهدونا لا ديكلاريتي ولا قلتي شي حاجه، كيقولوا انا بالاخص كيقولوا لي غنخطفوا لك ولادك، ماشي مره غنخطفوا لك ولادك، كيقولوا لي غنخطفوا لك ولادك، علاش؟ حيت انا الانفو تتشفر شي حاجه تطرات شي مشكل، كنشدهم كلهم، ردوا الناس ديالهم ولا ما بغاوش يردوا الناس ديالهم، كان اللي كنديكلاري اي واحد كنتحدى نديكلاري به، الشفار نديكلاري بك، دبر راسك دير اللي بغيتي، المهم الشفار انت ما تدخلش عندنا، حنا الشفاره ما يدخلوش عندنا، حنا جنبك الشفار ما يدخلش عندنا، هذا هو الحساب اللي عندنا معاهم، هادشي اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيقولوا دائما حمزه ولا الدراري كيقول لكم ما كانش الحوايج ما عمرنا ما موالفينهم حنا، هذاك الشيء ديال الجيش الملكي مع الراجا، فهمتيني؟ هذا السيد هذا فهمتيني هما قاصدينو، فهمتيني؟ حساب هما دايرين في دماغهم، فهمتيني؟ ما عرفناش حنا شكون هما بالضبط. هذا السيد هذا في زعما في مجموعه انا شحال من مره كيتدخل كيعاون الناس كاملين صراحه، الشراجم كيدخلوا لي الشراجم، كيجيو الشراجم دريه كتخرج دريه تيجي يسرى تهضر معاه، تهضر معاه يجر لك دريه، تهضر معاه تقول لي بعد منك، تيقول لك انت مالك شكونك منين جيتي؟ احنا اللي ولاد هذه المنطقه، حنا جينا وبينهم حنايا ما فهمتش ديالنا، هادشي راه بزاف، وحنا راه كنطلبوا من سيدنا يتدخل في هاد المشكل، حيت هذا راه مشكل عويص والله العظيم. ايوا اكزاكتومون، علاش ما غاديش نعيشوا حرب؟ مادام انهم ولاو كيدخلوا علينا المنازل ديالنا، دونك حنا ما بقيناش محميين، وحنا راه والدينا، دافعوا على هاد البلاد باش نعيشوا احرار. انا بنت مقاول مغربي، يعني انا في هاد البلاد خاصني نعيش حره ونعيش مغربيه حره، بغيت نعيش حره وبكرامه، ما يمكنش ليا انني انا نتقمع في داري وفي بلادي. هذه جايه لاربع سنين، انا كنسكن هنا الحمد لله، ان الاخ يوسف يعني قايم بالواجب التام معنا، الله يجازيه بخير. الاخ يوسف ومادام هو انه تقاسوا لي انه هو مسؤول على السيارات، دونك رحنا معاه وحنا يد واحده، انا نيابه عن ساكنه بيتي السكن، اننا يد واحده مع الاخ يوسف حارس السيارات. ايوه حارس السيارات وراء الجمعية.